مشاهدينا متابعينا الكرام، تمت انطلاقة الشوط الثالث عشر في أشواط صباحي هذا اليوم ليحمل كذلك ذلل على صايل المحليات بشعاراتها المختلفة والمتشكلة في ألوانها الجميلة في أرضية ميدان المرموم الميدان الذكي تحفة الميادين في مسافة 6 كيلومترات، والرقص مع الكبار ونبحر مباشرة إلى هجن زعبيل اللي تتصدر القائمة وتقود هذا المسار. وهذه الشاهينية، هذه الشاهينية من هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يقودها في التضمير، بينما المركز الثاني تتقدم في وتاتينا في الشاهينية لاسم الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوب، ضمر خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما هملولة من هجن الرياسة تأتي في المركز الثالث وقيادة تضمير علي بن يميل الوهيبي، بينما المركز الرابع زعفرانة لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي سعيد بن سالم الينيبي اللي يقدم زعفرانة، بينما المركز الخامس لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد لاسم الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم اللي يضمرها طارش بن مبارك بالقوبع واسمها أفراح في المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم اللي هي جبارة يضمرها سعيد بن عبيد الحميري، تاتي في المركز السادس. المركز السابع عليه منافسات ولكنها وصلت له في هذه اللحظات شواهين لاسم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم العرطي اللي يضمرها وثامن المراكز، وهذه بنلقى في منحاف لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والتدريب. والمركز التاسع هناك لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي غزوة يضمرها مشاهدي العزاء خالد بن المر بن حلوة. هكذا النتيجة في هذا الشوط والمسار للمراكز الأولى المتقدمة التي تحمل تحديات ميدان المرموم، وهذا هو الكادر العلوي في شاشة دبي ريسنج مع مخرجنا عبد الله وادي ومحمد صبري المتابعين في انطلاقات هذا النقل الحي والمباشر عبر شاشة دبي ريسنج في هذه الانطلاقات من ميدان الحدث ومن أرض الحدث من المرموم لانطلاقات هذا الصباح. وهذه الانطلاقة نعود مباشرة إلى التنافس، إلى تبادل المراكز، إلى اللي غيرت إلى مقدمة الشوط الشاهينية، غيرت إلى مقدمة الشوط لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم يضمرها عاشق السلال الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، يدير تضمير الشاهينية اللي قادت الشوط، بينما الشاهينية في المركز الثاني من هجني زعبيل يضمرها راشد بن محمد بن مروشد، بينما المركز الثالث هاملولة هجن الرياسة ويضمرها علي بن يميل الوهيبي. هذه الثلاث المراكز اللي انطلقت واللي باعدت واللي انفصلت عن البقية، ولكن نشوف ما شاء الله تبارك الله زعفرانة، زعفرانة عينها على الثلاث المراكز، وهي من الأسماء اللي نافست وحققت الكثير من الإنجازات والتنافس الجميل في الأصايل. وبهذا الأداء لاسم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم اللي هي زعفرانة يضمرها سعيد بن سالم الينيبي اللي موقعها المركز الرابع بهذه اللحظات. المركز الخامس تأتينا جبارة لاسم الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وأفراح أفراح تتقدم مشاهدي الأعزاء على المركز السادس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، ويضمرها طارش بن مبارك بالقوبع، بينما تأتينا اللي هي شواهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز الثامن ومع الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وهذه التاسعة اللي هي من حافل لسمو الشيخ حمدان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سهيل بن مرخان. وهناك أيضا مشاهدينا متابعين الكرام هذه الانطلاقة وهذه الأسماء والشعارات العملاقة الحاضرة في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. دعتنا الثانية كذلك دعناها لحضراتكم وتابعنا هذا الشوط وهو يسبق شوط الختام
في أرضية ميدان المرموم في صباحي هذا اليوم لنسدل الستار بعد شوط الختام الذي يأتي بعد هذا الشوط وعلى الكبار في هذا الأسبوع وهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. يا سلام يا سلام، عودتنا إلى التنافس، عودتنا إلى الانطلاق. شوف الشاهينية اللي تقود مسار الشوط وتندفع بالمركز الأول وتسيطر على المقدمة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، ويدير تضميرها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما وصلت زعفرانة اللي قلت لكم لها إنجازات ولها منافسات ولها تحديات جميلة وانطلاقات رائعة على أرضية هذا الميدان وفي جميع ميادين الدولة. غيرت، بدأت تتغير إلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي اللي يتابع تضميرها أبو خليفة كذلك في هذا المسار، وهي تقدم هذه العروض التلقائية والذاتية بدون أي توامر، غيرت إلى مقدمة الشوط، بينما الشاهينية في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خليفة بن سلطان بن رشيد اللي يتولى عملية التضمير في المركز الثاني، والمركز الثالث من هجن زعبيل الشاهينية، والمركز الرابع هملولة اللي هي لهجن الرياسة. هذه المراكز الأولى المتقدمة بعد لفة الميدان وبعد انحناء الميدان واتجاهنا مباشرة إلى المنصة الرئيسية وإلى خط النهاية في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والشيق هنا في أرضية ميدان المرموم. زعفرانة، زعفرانة تتصدر المجموعة، زعفرانة على رأس القائمة ما شاء الله، بدأت تنفرد، بدأت تتباعد، بدأت تنطلق بهذا الاندفاع كعوايدها دائما بهذا الشكل الجميل وبهذه الانطلاقات الجميلة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينيبي اللي يتابع زعفرانة وتضميرها في هذا الانطلاق. وصلنا إلى لوحة الكيلو الأخير، الكيلو المتر الأخير، وهذه زعفرانة، هذه زعفرانة بالمركز الأول، ولكن التحركات بدأت دير بالك يا أبو أحمد، التحركات بدأت وانطلقت في المركز الثاني غزوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها خالد بن المر بن حلوة، تأتي في المركز الثاني والمركز الثالث شاهينية من هجن زعبيل، والمركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، ولكن زعفرانة مسيطرة زعفرانة وواصلة غزوة متحركة. زعفرانة لا زالت بالمركز الأول تتقدم وتسير مع ركب المقدمة الستمية متر الأخيرة. الله، يا سلام يا سلام يا سلام مشاهدين العزاء في هذا المسار. زعفرانة على المركز الأول، انتاج اليايس يا الجمري وسلالة شاهينية جميلة رائعة، قلت لكم هناك حينما وصلت إلى المركز الثالث أنها لها عوايد ولها إنجازات ولها منافسات جميلة ورائعة بهذا الأداء وبالشكل الجميل. وهذه زعفرانة، نزف التهنئة لأبو راشد، أولا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز زعفرانة بالمركز الأول، وتهانينا سعيد بن سالم الينيبي اللي يتابع زعفرانة وأداها وانطلاقتها لحظات وصولها إلى خط النهاية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثاني غزوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينية من هجن زعبيل، المركز الرابع الشاهينية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والخامسة هملولة من هجن الرياسة. نعود إلى التوقيت الزمني في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل، عودة مشاهدي الأعزاء إلى زعفرانة وأداها الجميل وتوقيتها، هذه على شاشة التلفزيون تشاهدونها في توقيت زمني مقداره 9:30 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.
التوقيت الافضل في صباحي هذا اليوم توقيت زعفرانه، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم والتهنئه لسعيد بن سالم لينيبي، بينما 9:34 و7 اجزاء من الثانيه تهانينا على فوز غزوه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. شكرا خالد بن المر بن حلوه في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع، بينما 9:36 5 اجزاء من الثانيه الشاهينيه من هجن زعبيل اللي اتت في المركز الثالث وكان في التضمير مثل ما تعودنا اللي هو راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع هجن زعبيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز لجميع الفائزين.